دعوة، إذا دعوة أحب أوجهها، عندي دعوتين. أول دعوة حق زملائي الأطباء، يعني في بعض الممارسات صراحة اللي يعني ما يعني نشوفها سيئة، ما نحبها ولا نحبذها، وكثير من الأطباء قاعد يقولوا لنا إحنا كجمعية إن ناخذ فيها موقف، وإحنا صراحة بالأخير كجمعية ما راح نقدر ناخذ موقف ضد أي زميل من زملائنا. في كثير من خلينا نقول الممارسات السيئة شوية والخاطئة بالسوشيال ميديا بين أطباء وبعضهم. أوكي، الحين انا ما بتكلم انه والله الاطباء اللي بيشتغل بالسوشيال ميديا ويوعي الناس ويطور من نفسه، بالعكس هذا حق مشروع بما انه هو ماشي بالطريق الصح، لكن الشيء السيء اللي يصير بين الاطباء، في بعض الاطباء يصير بينهم بعض خلينا نقول الحوارات السيئه، مو بالعلن يمكن بطريقه مختلفه. انا صراحه اتمنى ان الشيء هذا يوقف، لان كثير قاعد ناخذ انتقادات من برا، قاعد يصير يعني قيمة الطبيب شوية قاعد تشوه سمعتنا بهالموضوع هذا. طبعا بالأخير طب الأسنان وأطباء الأسنان مو معناته أن الأشخاص اللي الممارسات اللي يسمونها تمثل كل أطباء الأسنان، طبعا هالشيء احنا عارفينه، يعني ولا حتى تمثل 1% من باقي الأطباء. اللي راح يتم بالوقت الحالي، احنا يمكن بعد يومين عندنا لجنة مع الوزارة اسمها لجنة ضوابط الإعلانات، راح يتم تنظيم الإعلانات مو بس على اللي قاعد يتم من بعض الأطباء، لا، اللي قاعد يتم من كثير من العيادات، من إعلانات عن أسعار، إعلانات عن نسب خصومات، إعلانات ما هي طيبة، وهم طبي، خداع، كلكم عارفين من غير ما أذكر، يعني حتى خداع طبي، يعني ها زراعة بالكمبيوتر، إبرة بنج بدون إبرة، ما أدري، كل شيء موجود هذا، لكن هو خلينا نقول خداع طبي. هذا كله راح يتم تنظيمه إن شاء الله عن طريق لجنة ضوابط الإعلانات، حتى طريقة الإعلانات اللي تتم من قبل الأطباء. أنا واحد من الناس راح أكون مؤيد إن عدم وقف، خلينا نقول أنا ما عندي مشكلة إن الطبيب يعلن عن نفسه، الطبيب يعلن عن شهادته، عن خدماته، يوعي الناس، ما عندي مشكلة، لكن لا يتعدى على قولتهم حدود المهنة نفسها. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، أدعو جميع أطباء الأسنان، إحنا راح نسوي إن شاء الله بإذن الله، ما أبي أقول كلمة وما تطبق، لكن إن شاء الله راح ننظمها ويا زملاء مجلس الإدارة بشكل شهري. راح يصير في عندنا مثل قاعدة دوانية، اجتماع، نسميه اللي نسميه، مع جميع أطباءنا. راح يتم تحديده، راح يتم بشكل شهري، ما نبي نقول أسبوعي عشان الناس لا تمل، نقعد مع بعض، أي واحد عنده أي وجهة نظر، عنده أي مشكلة، عنده أي نقاش، يتم بشكل أسبوعي، قصدي بشكل شهري، ونتواصل مع بعضنا ونسعى فيه عن طريق الاجتماع هذا بنوصل حق نتائج وناخذ آراء الكل. ما أبي أنه يتم أي قرار من مجلس إدارة قرار فردي حق أو قرار مختص على هالسبعة بس، إن شاء الله نكون نحن نطلع بأفضل قرارات لمصلحة الكل، لكن ما يمنع أن احنا نستشير الناس، واللي يبي يوصلنا احنا يعني مكاتبنا مفتوحة وتليفوناتنا مفتوحة وتواصلنا مفتوح وبابنا مفتوح للجميع، ومشكورين ونشوفكم على خير إن شاء الله.